Audio Jungle. Audio Jungle. أستاذ صغير رئيس محامي الشباب الجديدة. هذه الوقفة أتت على خلفيات المقترحات الضريبية المنبنية على أسس تعسفية مجحفة على أساس دعوتها شريحة المحامين إلى إنجاز إقرار تصريحي للتصريح الضريبي يتم فيه الاعتراف بالتخلي عن التصريحات الضريبية للمحامين من سنوات 2014-2017 بعلة كونها مخالفة للحقيقة، مع العلم أن قواعد المراجعة الضريبية تقتضي أن يكون المراجعة الضريبية بناء على أسس إثبات المخالفة من جهة إدارة الضرائب، لا اصطناع إقرار عن المحامين يلتزمون فيه بكونهم سبق لهم الغش الضريبي والتصريح الضريبي. نحن نبأ بالمحامين عن هذا وعن غيره وعن أي شيء. نعتقد بأن المقترح الضريبي مقترح مفتقد للشرعية لأنه لا يتحرك بناء على وعاء ضريبي قانوني محدد. نعتقد بأن الوقفة أتت في هذا الإطار وخلفيتها واضحة هي ترمي إلى إرسال الرسالة إلى الجهة الوصية لتطبيق القانون ولا شيء أكثر من القانون، وعدم تطبيق القوانين بأطر رجعي على الأقل حصانة للقانون. ماشي حتى كيهمني في هذا الإطار المحامين، لأن المحامين جسد واحد وأنا أتشرف بتمثيلهم كرئيس نادي المحامين الشباب، وأنا أعتقدهم هم على مرتبة واحدة من نفس الملتمس، وهو تصحيح العلاقة مع الضريبة على أساس أن إدارة الضرائب لنا معها تاريخ طويل، تاريخ في مساعدة قضائية سواء على مستوى النيابات المحامين، تاريخ آخر كذلك على مستوى اقتطاع الضريبة وتطبيق نظام ديال اقتطاع الضريبي ديال الضريبة على القيمة المضافة. كنا عامة حنا متحركين في هذا الإطار، كنا معهم ولا زلنا نحن على العهد المهني متشبتون بقسمنا المهني ونلتزم ونلتمس تطبيق القانون وعدم العمل برجعية القوانين وإخضاع المحاماة لمهنة توافق طبيعتها.